وبنفس الوقت تثبيت العمود الفقري. من حق اليوم بقور يرقص ويفرح ومتونس، تريدون تعرفون السبب؟ بس تضغط على القلب. بعد ما شاهدنا علي كلوزة وبقوري في حملة نيكست ليفل للإحسان لتحقيق حلم الطفولة، اليوم قررنا نحقق حلم الأكبر. ليش إلا العملية بالعراق وليش إلا دكتور سنان الملة؟ حقيقة دكتور سنان الملة أنا جريت يمه كيسات متقدمة كبرى وفوق الكبرى وجميعها تكللت بالنجاح، بينما نفس الكيسات اللي بعثتها إلى دول أوروبية ودول خارج العراق ما انطوني بها أي نتيجة. فجربت شغلة، جربت عمله، حقيقة من أفضل أطباء جراحة العمود الفقري. إن شاء الله يرجع يمارس حياته ويرجع يلعب طوبة ويرجع أهم شيء يلعب طوبة يصير ميسي. شنو كان شعور البقوري لما سمع راح يسوي له عملية؟ والله أول ما سمع إنه أنت راح تسوي له عملية يعني تكفل بهذا الموضوع، هو يوم عن يوم يتحمس بس يجي هذا اليوم حتى يسوي عملية، لأن هو حلمه يلعب طوبة. حاليا هو ما يقدر يلعب طوبة بسبب إنه عنده تشوه بالظهرة، فمن سمع إنه أنت راح متكفل بهذا الموضوع والأخ دكتور فرح كلش ويتحمس يوم عن يوم ساعة ساعة ينتظر هذا اليوم حتى يجي يسوي عملية. احنا سبب وليس انه احنا اللي سوينا العملية، بالعكس يعني كنا سبب جدا بسيط، استاذ حمزة، دكتور ناس الخيرة هم اللي راح يتكفلون هذا الموضوع. علي كلوزة ونيكست ليفل كانوا سبب بتوصيل بقوري. انت كنت يم الدكتور، احكي لي بشرك. والله الدكتور كنتائج أولية إن شاء الله بشارة خير ونقول يا الله. بعد شي تريد؟ مواقع التواصل الاجتماعي ممكن تكون بيها فائدة كل كبيرة، أهمها أنه تنشر الإحسان. وهسه كملنا تقارير بقوري والطبيب شافه وشاف أشعته وشاف كل شيء وقال أنه العملية لابد من عدها، لأن إذا ظل على هذا الحال لمدة سنتين ممكن تؤدي إلى وفاته. طبعا عملية ذات خطورة جدا عالية، لأن هو حاليا يحتاج إلى تكسير عدد من الأضلاع وبنفس الوقت تثبيت العمود الفقري، ممكن تطول العملية أكثر من 10 ساعات، وبالتالي هذه عملية الخروج بأقل خسائر ممكنة، لأن إذا بقى على هذه الوضعية راح تتفاقم حالته بغضون سنتين ممكن يغادر الحياة لا سامح الله. فدعواتكم البقوري بالشفاء العاجل وإن شاء الله تتكلل العملية بسلام. تبقى موافقة أهله، فانتظرونا بالفيديوهات الجاية إن شاء الله، ادعوا له بالشفاء العاجل.